السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروفسوفت، فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول دورة مشروع عمل قاعدة بيانات لاعبين ريال مدريد بلوك سي بلس بلس. طبعا الغرض من الدورة إنك تتعلم إزاي تعمل قاعدة بيانات، إزاي تصممها، إزاي تبرمجها مع السي بلس بلس. إن شاء الله هتبقى مدة الدورة 5 حلقات. الحلقة الأولى هنتعلم إزاي نعمل قاعدة بيانات لليوزرز والباسوردز، وإزاي نتعامل مع القاعدة بشكل احترافي. الحلقة التانية هنبتدي في بناء الدوال اللازمة للمشروع، يعني مثلا دالة إضافة اللاعب، دالة عرض اللاعب. طبعا قبل كل ده هعلمك إزاي تعمل قاعدة بيانات للبيانات نفسها، غير قاعدة بيانات لليوزرز والباسوردز. هنبتدي نعمل دالة عرض اللاعبين، دالة إضافة اللاعبين، دالة حذف اللاعبين، دالة تعديل على اللاعبين، دالة عمل إحصائيات على اللاعبين بنفسهم، يعني عدد المهاجمين، عدد المدافعين، عدد مثلا حراس المرمى وكده. وهنبتدي إن شاء الله بالدرس الجاي بالدرس اللي بعد الجاي هنبتدي يعني دالة عرض اللاعبين. هناخدهم كده يعني كل شوية، كل حلقة يجي دالة كده، وممكن تطول معانا الدورة يعني لو على حسب يعني. ان شاء الله في الحلقه الثالثه هنبني ازاي نعدل على اللاعبين، يعني تعديل اللاعبين ده المفروض يبقى ليه حلقه لوحده، لان هو درس طويل وهيحتاج ان انت تفكر اكتر واكتر. الحلقه الرابعه هنبتدي ازاي داله حذف اللاعبين، والجزء الخامس هنبتدي ازاي نبني داله الاحصائيات. متطلبات الدوره انك تكون متعلم الاساسيات سي بلس بلس، تكون متعلم لاسي بلس بلس فايلز، اللي انت ازاي تفتح فايل، ازاي تعمل تجيب بيانات من الفايل طبعا بجيت لاين. انت هتفهم الحاجات دي دلوقتي. شويه ملاحظات كده، لو انت مش فاهم شيء معين في اي حلقه من الحلقات بتاعه الدوره يا ريت تقول لي في التعليقات، هرد عليك ان شاء الله. حاول تسبق الاجزاء، يعني مثلا انت شفت جزء حاول تطبق عليه بالدرس الجاي، بمعنى يعني انت مثلا شفت داله ايه عرض لاعبين اتعلمتها وخلاص، حاولت انت تعمل داله مثلا تعديل على اللاعبين، حاول تفكر قبل ما تشوف الدرس التاني، ده هيفيدك قوي. حتى لو محاولتش تشوف الدرس التاني مش هتنساه لانك حاولت عليه. اتمنى تكون الدورة هتعجبكم ان شاء الله، ونلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.